وبالتعاون مع فريق الانعاش الاقتصادي في ميمنة المدعو من قبل مركز المشروعات الدولية الخاصة، آملين أن يخرج هذا اللقاء الأمني بجملة من التوصيات والنتائج التي ستساهم في عملية التنمية والتطوير في المحافظة. بعد أن عاد الكثير من الفراغ والدمار، إن بناء مدينتنا يحتم علينا جميعا تضافر الجهود والتعاون من أجل إعادة هذه المدينة إلى سابق عهدها. وهذا الأمر يتحقق عندما يسعى الجميع ويضع نصب عينيه تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني. التساؤل المطروح أمام الحضور الكرام، هل أن المحافظة تمتلك إمكانات اقتصادية واجتماعية وثقافية وفكرية وحضارية تؤهل للمحافظة على العمل على القيام بتنمية اقتصادية شاملة؟ الجواب سوف يكون من خلال عرض المسرح الجغرافي لمحافظة نينوى وإمكانيات المحافظة الاقتصادية وكذلك الثقافية والاجتماعية والحضارية. توقعات الأمم المتحدة ووزارة التخطيط وحسب نمو الزيادة الطبيعية التي تعتمدها وزارة التخطيط العراقية، من المؤمن أن يصل عدد سكان محافظة نينوى إلى 6 مليون نسمة. احنا اليوم نقيم ورشة تحت شعار وباسم النهوض بنينوى من أجل العراق، وهي ورشة تعمل على تقديم المشاريع المتوسطة والصغيرة والكبيرة إلى الجهات ذات العلاقة لدعم محافظة نينوى لإعادة إعمارها من جديد وإعادتها إلى المجتمع الدولي والمجتمع العراقي. تم إقامة أو انعقاد مؤتمر في محافظة نينوى هذا اليوم بالتنسيق مع اتحاد رجال الأعمال والتعاون مع نقابة المهندسين أيضا للتداول والتشاور حول إيجاد الآليات في خلق بيئة اقتصادية جاذبة في استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية لإنعاش الجوانب الاقتصادية المهمة في محافظة نينوى. وتم التطرق إلى عديد من الدراسات في هذا المجال بحضور عديد من الأساتذة المتخصصين في هذه المجالات. هناك المضمار الاقتصادي مهم، تم البحث الأسباب والمعوقات التي تؤدي إلى خلل كبير في عملية تأهيل القطاعات الاقتصادية مما في المحافظة، وكيفية إيجاد الحلول البديلة والتوصيات التي تم وضعها في هذا الجانب. تشرفنا اليوم بحضور هذه الندوة القيمة التي تحاكي واقع الاستثمار في محافظة نينوى وكيفية النهوض به، باعتبار أن نينوى هي جمجمة العراق، ومتى ما انتعش الاقتصاد في نينوى انتعش في العراق تلقائيا. طبعا الكل يعلم أن محافظة نينوى والموصل بشكل خاص تمتلك مقومات متعددة تنهض اقتصاديا بواقعها، تمتلك مؤهلات سواء من ناحية الموقع الجغرافي أو من ناحية الثروات الطبيعية والمعدنية أو القدرات البشرية والتنوع السكاني، كذلك موقعها المتميز كرقعة جغرافية يعني محادية لعدد من الدول يمكنها من انتعاش الاقتصاد. حضرنا مؤتمر العلمي للاستثمار في قاعة نقابة المهندسين بإشراف نقابة المهندسين في محافظة نينوى. حقيقة هذه الخطوة مهمة لوضع رؤية ومناقشة الإمكانيات المتوفرة لوضع آلية للاستثمار بما ينهض بواقع محافظة نينوى على كل المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها. برعاية كريمة من رئيس مجلس محافظة نينوى الأستاذ بشير الكيكي، يقيم مركز المشروعات الدولية فريق الإنعاش الاقتصادي بإشراف رجال الأعمال الاتحاد رجال الأعمال العراقيين والمركز العلمي في هذا المركز في هذا الاتحاد، هذه الورشة القيمة حول كيفية النهوض بالاقتصاد في محافظة نينوى بعد هذه الظروف التي مرت على المحافظة.
حقيقة من خلال هذه الورشة تم استعراض كافة المقومات التي تساعد على النهوض بالاقتصاد في المحافظة من موارد بشرية وطبيعية. نعتقد أن نينوى تحتاج منها كل الجهود وكل العوامل التي تؤدي إلى النهوض بها، وهي محافظة منتجة ومحافظة تعتبر من ناحية الزراعية والصناعية والسياحية وفي كافة المجال هي جيدة جدا وبها كافة مقومات النجاح وكافة مقومات الاستمرار، وتعتبر المردود الاقتصادي لأهالي محافظة نينوى وكذلك للعراق بصورة عامة. ومن هنا ندعو كافة رجال الأعمال وكافة المستثمرين لإدامة الزخم مع الدوائر والشركات لإعادة نينوى إلى سابق عهدها.